السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد معكم خوكم فيصل. نتمنى من الله تكونوا بخير وبألف خير. الفيديو ديالهم ان شاء الله غادي نقوموا بمراجعة هاد الساعة الذكية للاسم ديالها سمارت باند 6. نبداو على بركة الله. المكانة هي هذه. بالنسبة لهاد المكانة فيها بزاف ديال الاصدارات، واخر اصدار هو اصدار 6 هو اللي جبنا لكم. في جيب الكارطونة كاينين الامتيازات ديال هاد الساعة الذكية، تقريبا فيها شي 30 تطبيق اللي خدام. يمكن لها تحسب عدد الضربات ديال اليد وسط الماء، وتتحمل تقريبا 50 متر عمق تحت عمق الماء. يمكن تتحسب لك السوايع ديال النعاس اللي نعسي. بالنسبة للشارجور اللي تيجي معاها، شارجور مغناطيسي. بالنسبة للشاشة، المقاس ديالها هو 0.96، ونوع ديال الشاشه فول اموليد. يمكن لها تقيس نسبه الاكسجين في الدم، وتعطيك النسبه ديال المجهود اللي قمتي به. دابا ندوزو لفتح العلبه. كما تشوفوا العلبه تجينا بدليل، يعني الكتاب ديالها، طريقة التركيب، طريقة الشحن، كاع المعلومات مكتوبة هنا في هاد الدليل. تيجينا الشاحن المغناطيسي هو هذا، مازال نبين لكم العملية ديال التركيب ديالو مع الساعة الذكية. تيجينا السوا، الصمتة ديال الساعة الذكية، والساعة الذكية. مهم، أول حاجة تنقومو بها هو نركبو الساعة الذكية في الصمتة ديالو. بالنسبة للتركاب سهل، يحاول انك تركبها في لوسونس مقاد. اول حاجة تندخلو هاد الجزء الاولاني، تندخلو في هاد الجهة الفوقانية، وتنحاولو نستعملو شوية القوة حتى تيدخل الجزء التحتاني كما تتلاحظو. بالنسبة لهاد الشاشة هادي، ماشي بصمات، في غير هاد الجزء التحتاني هو اللي هو بصمات. اول حاجة هاد الساعة تجيب جوج ديال الواجهات، كاين هاد الواجهة وكاين هاد الواجهة هادي. بالنسبة للتطبيقات اللي كاينين، اول تطبيق هو قياس دقة القلب. نقوم بالتشغيل ديالها. دابا غادي تقوم بقياس دقة القلب، تبقى خدامة حتى واحد اللحظة تتفيبري بان تعطيك القياس بان قمت بقياس دقة القلب. كما تشوفوا هي فيبرات، عدد دقات القلب هو 77. دابا ندوزو للتطبيق الثاني. التطبيق الثاني هو الانواع ديال السبور اللي يمكن لك تستعمل فيها هذه المكانه. هذه الجلا، كاين البيكالا، كاين طلوع المرتفعات، تسلق، وكاين التينيس ولا شي حاجه اللي فيها الموفمون التحرك. دابا ندوزو للتطبيق الثالث، يعني يمكن لك تحكم في الموسيقى، زيادة نقصان تقطع. التطبيق الرابع هو قراءة الرسائل، والتطبيق الخامس هو يعني عدد ساعات النوم. وهنايا مجموعة بزاف ديال التطبيقات. يمكن لك تحكم في الكاميرا ديال التليفون ديالك انك تصور عن بعد. يمكن لك تعرف فين حاط التليفون ديالك الا نسيتيه في شي بلاصه، وهادي ما عرفتهاش ديالاش. ويمكن لك تريزيتي، يعني ترد كلشي بار ديفو. بالنسبه كاين التطبيق ديال هاد المكانه هادي، دابا نوريه لكم. بالنسبه يعني تصور غير هذا الكود هذا، وهنا هذه المرحله الاخيره هي الا بغيتي تطفي المكانه تبقى بارك. كما تشوفوا هي طفات. بالنسبه للشاحن اللي تيجي على هذا الشكل هذا، بالنسبه للتركاب مع الساعه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. بالنسبة
بالنسبه للتطبيق الاسم ديالو فيت هير، ملي تندخلوا له هذه هي الواجهه ديالو. هنايا يعني الخدمه فيه سهله، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، كلشي دايرينو بالعلامات. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى من الله انني كنت وفقت في المراجعه ديال هذا المنتوج. تنوعدكم انني غادي اللي في جهدي باش نحسن المستوى ديالي، وشكرا لكم على المشاهده. الى منتوج لاحق، بسلامه.